الناس ساعتها قالت كابتن ناجي وعور ومش عور، كابتن ناجي ملوش اي دعوه بالموضوع. اصابه وتر اكيلس، لو عملنا لسته صغيره باللعيبه اللي جالهم وتر اكيلس في العالم، بدايه من ديفيد باكهام، زانيتي، كوتسليني اخر واحد في ارسنال، يمكن اللي كان براهم كان كاتورنا. صح بالظبط، بس برا كاتورنا هم كلهم مدافعين، لان في الوقت ده كان باكهام بيلعب باك رايت. كوتسليني في ارسنال. في مصر هنا كان احمد داوود قبل جنش، وكان جنش وللاسف شديد ربنا ربي يقومه بالف سلامه ويطمن عليه سعد سمير. المراكز دي في الملعب بتتطلب جامبينج كتير، قفز كتير. برضو الاكيليس اصابه منتشر جدا في الباسكتبول في الـ NBA، لان دي العاب بيحصل فيها نط كتير، جامبينج اكشنز كتير. فمع الوقت ومع السنين الطويله تراكمات ورا بعض بتحصل. جنش الاصابه حصلت ان هو جنش بيتمرن عادي خالص، نزل من جامب غلط، نزل يعني بدل ما بينزل على رجله في الوضع الطبيعي نزل وهي مفروده شويه، الوتر حصل فيه قطع. دي الاصابه حصلت بالظبط كده، وده اللي رد عن الموضوع ان هي مش بتيجي من التدريبات بس، هي في ناس معرضه اكتر لان مركزها في الملعب عامل حمل عالي او عامل تراكمات ورا بعض سنين كتيره ورا بعض. فده اللي حصل باختصار يعني.